معنا من الخرطوم مراسلنا خالد عويس. خالد، ما أبعاد عودة هذه المناقشات، خصوصا يعني الشرخ كبير جدا، طود كبير ما بين الجانب الرسمي السوداني وبين الحركة، خصوصا في مسألة علمانية الدولة ومسألة رفض الدين وما شابه؟ نعم ماجد، بالفعل يعني تبدو الشقة واسعة كما يقول محللون هنا بين الخرطوم وبين الحركتين المتبقيتين لتوقيع سلام، حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد النور، لكن يبدو أن هناك متغيرات، يبدو أن هناك ضغوطا غربية، هناك تلويحا من قبل مجلس الأمن بفرض عقوبات على الحركات المسلحة في دارفور التي لم توقع بعد، وكذا الحركات التي لم توقع في جنوب كردفان وتحديدا حركة عبد العزيز الحلو. الحكومة السودانية أيضا من جانبها ترغب في استكمال ملف السلام بعد أن وقعت اتفاق سلام في جوبا العام الماضي مع عدد من الحركات المسلحة، وهي انخرطت بالفعل في الحكومة السودانية على كافة مستوياتها، مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وتبقى أيضا الولاة والمجلس التشريعي أو البرلمان. حركة عبد العزيز الحلو كانت قد اشترطت علمانية الدولة أو فصل الدين عن الدولة أو تقرير المصير، حق تقرير المصير، وهذا ما ترفضه ليست الحكومة السودانية وحسب، وإنما حتى عدد من القوى السياسية هنا وقسم من الشارع السوداني. الحكومة السودانية تقول إن كل هذه الملفات محل بحث ونقاش، ومكانها هو طاولة المفاوضات. عقدت ورشة في نهاية أكتوبر الماضي في جوبا لمناقشة هذه القضية، فصل الدين عن الدولة، خاصة وأن لهذه القضية كما يقول مراقبون أبعاد فلسفية وسياسية واجتماعية كبيرة لا يمكن الجزم بشأنها بهذه السهولة والبساطة، وإنما تحتاج ربما لنقاشات معمقة حتى على المستوى المجتمعي ليس السياسي فحسب. لكن يبدو أن هناك ضغوطا كبيرة في هذا الجانب على حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد النور. فولكر بيريتس رئيس البعثة الأممية كان صرح أخيرا بأن البعثة ستبذل جهودا في هذا الإطار. واضح أيضا أن مجلس الأمن دخل على الخط بالتلويح بفرض عقوبات. نعم ماجد. نعم، إذا كان معي من الخرطوم مراسلنا خالد عويس.